وكلكم يعني كرما التقتوا في هذه الايام الرمضانيه لتحضروا تكريم هذا الرجل احد الابناء الذين تعتز المنطقه بادائهم وبتاريخهم الفني والجمعوي. اليوم ما يمكن لنا الا نكون فرحان لانه متواجد وسط العائله ديالي وسط خوتي احتفاء من طرف جمعيه اماج فرع سيدي معروف. فاش غادي نقول لك؟ الفرحه كبيره لانه دار الشباب سيدي معروف كانت هي نقطه انطلاقه بالنسبه لي، هي اللي بديت فيها العمل الجمعوي، هي اللي بديت فيها الانشطه، بديت فيها السكيتشات، بديت فيها المسرحيات قبل ما من بعد ناخذ مسار ديال التكوين الاكاديمي والى اخره. فكنشكر اماج لانها عاود حيات صله الرحم مع هذا المكان، يعني حيات فيها شي حوايج اللي انا ما عمري نسيتهم ولكن كانوا غير كيف كنقولوا ستاند باي، يعني كانوا واقفين. فانا كنشكرهم بزاف لانهم عاود فيقوا فيا هاد بزاف ديال الذكريات زوينين، ولقوني مع بزاف ديال الاصدقاء والخوت اللي اشتغلت معاهم باستمرار في مده كانت طويله. فهنا كانت انطلاقه ديال التكوين، هنا كانت انطلاقه ديال الشغف، هنا كانت انطلاقه ديال حب المسرح، حب الفن، حب العمل الجمعوي كانت من هنايا. فالحمد لله انا فرحان اليوم بزاف وكنشكرهم وكنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى لمنطقه سيدي معروف ان شاء الله يعني بفضل كاع الجمعيات اللي كتشتغل هنايا انها تمشي ان شاء الله من الحسن الى الاحسن، لانها سيدي معروف في طاقات متميزه في بزاف ديال الميادين، فكنتمنى انها تكون من الحسن الى الاحسن وهذه الطاقات تخرج للوجود ان شاء الله. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. كمال كاظمي ممثل، انا كنتواجد في هذا الفضاء الجميل، فضاء دار الشباب سيدي معروف. فضاء اللي كيفكرني بطفولتي وبشبابي وفين تكونت الشخصيه ديالي وفين عرفت المسرح وفين عرفت الفن، يعني الفن بصفه عامه. اليوم هو تكريم ديال صديق عزيز عليا، صديق تربطني به علاقه انسانيه وعلاقه فنيه. بالنسبه لي انا ما كنعتبرها ما عندهاش حد، نتمنى انها تستمر من كل قلبي. وعبد النبي هو انسان يعني يفتخر الواحد انه كيعرف بحال هذا الصديق هذا، في اخلاصه وفي صراحته وفي كل شيء. نتمنى ليه كل الخير وكنتمنى ليه يعني استمراريه في الميدان ويحقق يعني المتمنيات ديالو، وشكرا. اعتقد انه يعني مبادره تكريم جمعيه معينه لفاعل ينتمي اليها او ينتمي الى فضائها الجغرافي هو امر طيب، وبالتالي لا يمكن الا ان ننوه بالجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه بسيدي معروف على خطوتها لتكريم يعني الفنان الكبير والمخضرم عبد النبي البنيوي. نحن سعداء يعني لنعطي كلمتنا في حق هذا الفنان المتفرد الذي جمع العديد من الخصائص ويعني والاشياء المتفرده على مستوى المجال من خلال يعني بصمه الى بصمه على مسار احترافي متميز سواء على مستوى المسرح وعلى مستوى التلفزيون، بالاضافه كذلك الى تكوينه سواء من خلال يعني الانديه ولا ودور الشباب، بالاضافه الى المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. كل هذا ادى الى صناعه شخصيه فنيه متميزه متفرده، يعني اعطت يعني نموذج على قدره الابداع المغربي على تقديم منتوج جيد يعني ورزين. انا شخصيا يعني سعيد جدا بالتواجد في هذا التكريم الذي كما قلت هو يعني يحسب لهذه الجمعيه بتكريم الابناء المنتمين الى منطقته. شكرا لكم، شكرا للمنبر ديالكم انتم. احنا متواجدين في دار الشباب سيدي معروف يعني فين كنسكن. كنشكر الجمعيه ديال اماج اللي قامت بهذا الحفل ديال التكريم ديال الحبيب ديالنا وصاحبنا وخونا وحبيبنا عبد النبي البنيوي بالحضور ديال الفنانين فاعلين جمعويين، يعني المسؤولين عن المنطقه خصوصا في الحقل الفني في منطقة سيدي معروف. تكريم ديال صديق رفيق ابن الدرب ممثل كوف اللي كنحبوه كاملين وكيعشقوا المغاربه في الاعمال ديالو، فيمكن لي الا نلبي الدعوه ونجي ونحضر التكريم ديال هذا الاخ ديالي. وكنشكركم لانكم حضرتوا معنا، تحيه لكم. حبيبه
سيرها.